بالنسبه لهذا الموديل، اول حاجه غادي نحتاجها هو اني نلصق الفيزلين. الفيزلين غادي نلصقوه هنا في هذا يعني في هذا الطرف هذا اللي غادي نكاشيو هكذا، غادي تجيني هاد الكخوازي هكذا، غادي ندير الفيزلين باش يبقى واقف. وفي الباندا ديال الكميم، الباندا ديال الكميم جوج، اذا هنا هادو كاينين جوج كيشوفوا لبعضياتهم، ولكن هذا الفوقاني لا، هذا اللي غيجي فوق هو اللي غنديروا ليه الفيزلين، هو اللي غنلصق ليه الفيزلين. اذا هنا اول حاجه بعد ما ركبت الفيزلين هذا لهذه الجهه، اول حاجه غنديروها هو هاد لابارمونتي، غادي نلصقوها هي الاولى، كنلصقوها يعني كنلصقوها في 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 سميتو في الكول. الطريقه باش كنفصل الصباه هي كنفصل الصباه بعدا من هنا، انا غادي نلصقها من هنا هذه الجهه هكذا باش ملي الدور تلصق مع الكل، ملي الدور هكذا غادي تلصق لنا مع الكل بهذه الطريقه هذه. تلصقها مدفونة، عاد كنجي باش كنلصق هنا لابارمونتيغ ديالي هكذا، بالطريقة هذي باش ملي كتقلب كتعطيني هاد النتيجة هادي في الكور. نفس الطريقة بالنسبة للجهة الأخرى، إذا بعد ما كركبو الدوبلور هكدا، هذا كيجي كيتخدم هكدا بهاد الطريقة هادي. كتكون عندنا واحد السلسلة مدفونة هنا فهاد البلاصة هادي، إذا هنا ممكن نديرو على أننا نديرو الصديف مباشرة، وممكن نديرو السلسلة مدفونة ونخليوها هكذاك، وممكن نخليو السلسلة مدفونة لداخل من هاد السلسلة هادي وكنديرو صديف هي ديكور. بالنسبة لهاد الموديل عندنا ثلاثة اختيارات. إذا قبل ما نلصق السلسلة، أول حاجة غنخدم البانسة ديالي. البانسة راه كنديرها غير عيرية ماشي قطعتها، هنا ممكن على اننا نقطعو ونديرو بحسابها، وممكن نديروها غير عيرية كيفما درت ليها انا دروك، يعني مغاديش نقطع ولكن غندخل بالسنتيم ديالي وكنخرج به ازيغ، يعني كندي تا المنتصف وكنخرج به ازيغ. حيث انني ملي كنوصل هنا كنولي شاد غير شويه في السوق، يعني ما كنشدش بزاف، فقط باش تبان تما الخياطه بحال الا مفتح مع البانسه بحال كاين لا ديكوب تما هكذا. البانسه ديالي كتجي هكا، هنا راني واكل سنتيم ديالي يعني جوج سنتيم في المجموع،
ولكن هنا كتخرج ازيرو باش في الاخر كنشد غير واحد شويه. اذا هنا كنشد بزاف وهنا كنشد غير واحد شويه نفس الطريقه بالنسبه للجهه الاخرى. اذا هكذا كتجي البنسه حتى في الخلف كتجينا غير الطريقه هذه بحال كاين هذه الكوب ولكن هي تكون غير عيريه. اذا بالنسبه لهاد يعني بالنسبه لهاد الصدر كيفاش غادي نخدمو، يعني اول حاجه غادي يعني غادي نقد هادو مع بعضياتهم حيث ان الكل تيجي هكذا، يعني الكل تيجي بهاد الطريقه هذه الخياطه حدا الخياطه، يعني الخياطه على الخياط. هاد لابارتي كتدخل هنا وهادي كتدخل هنا. هنا كندير واحد تسد هنا ولا واحد الطرطقه كدير هنا باش كتسد هادي هكا. هنا كتكون عندنا سلسله وكتكون عندنا صدايف غير ديكور، ممكن نديرهم ممكن ما نديرهمش. اذا هنا باش نضبط الامور ديالي هنا هو كنحط الخياطه على الخياطه، يعني هادي على هادي بهاد الطريقه، هادي الخياطه هادي على هادي، وكنشدها بالفنيته بالفنيت كنشوف وكنتاكد حتى من العبار ديالي. العبار ديالي عندي في العرض ديال الخصر 20 بما هنا في المجموع 40. اذا هنا عندي 40 يعني سنتيم د الخياطه وسنتيم د الخياطه كتبقى لي 40. اذا غادي نزيد نثبتها الفنيت وغادي نحل هذا باش نحط السلسله غادي نحطها هكذا كتجي مدرقه ما كتبانش، يعني كتجي هكذا. اذا بالنسبه للسلسله غادي نطراسيها بالطباشير من هنا باش تطبع ليا ف غادي نطراسيها من هنا. يعني باش هاد الجهه هادي غتكون هنا وهادي غتلصق لتحت باش تطبع ليا ف الموديل ديالي نحطها هكذا. باش هكذا هاد الطرف غنلصقو هنا وهذا غيلصق تمايا. نكون السلسله ديالي هنا غادي نجي لهنا باش نعاود نلصقها في الجهه الاخرى بعد ما طبعتها كنعاود نثبتها بالفنيت في الجهه الاخرى. هكذا وكنفتح السلسله باش نخدم مرتاح، كنثبتها وكنفتح السلسله باش نخدم مرتاح. هنا كنعاود السلسله ديالي كتسدها كتجيني بحال هكا، يعني مكاشيه ما كتبانش هكا. وهنا كتكون عندنا غير واحد الصدفه اللي كتجي ديكور. اذا من بعد كنطرق لاباغ مونتير ديالي كنلصق يعني الطرفه مع بعضياتهم هكذا. هنا كنشدو بالفنيته باش كنبقى محافظ على يعني العبار ديالي حتى كنلصق لي داك هذيك الطرطاقه اللي كتشدو من الداخل. هنا غادي نلصق الامام مع الظهر، يعني القدام مع الظهر
كنسقو هو الاول عاد كنديروا لا بارمونتير ديال الخلف. دم هنا بغيت نقلب كنحطوه من فوق من جهه الامام باش ندفنوه من الخلف. هذا لا بارمونتير ديال الخلف كنحطوه من جهه من قدام باش نصفها مع الظهر، كنصفو مع كنصفو مع القدام كنشدو معاه الطرفه ديال القدام. اذا هنا ممكن نستعملو على الكنايت باش نشدو لابارمونتر ديالنا قاد لينا. عاد من بعد كنحولوها هكدا، من بعد كتحل هكدا باش كنطرقوها للماكينة وكندفنو معانا هاد الخدمة ديال الأمام بهاد الطريقة هادي. إذا هنا ممكن أنني نكون بهاد الطريقة المونتير ديال الخلف تاعي بهاد الطريقة هادي. دابا غادي ننتقل باش نخدم الكمين. أول حاجة غنبدا بالباندا ديال الكمين هي الأولى. بالنسبة لهاد الكمين هادو راه كمين عاديين، ماشي بحال ديال القميجة. الكمين ديال القميجة خصنا كيكونو فصلين يعني بديك الطريقة الأخرى، يعني لاكوب ديالهم تكون بحال الشكل ديال لافيس، يعني تيكون كم يعني موش طيو. هادو كمين عاديين، حتى الباندا غنخدموها بشكل عادي، يعني فاش غاتجينا لتحت ماشي غاتجينا في الجنب. هنا بالنسبة للعرض اللي عندنا هنا، عندنا غير 9 سنتيم، 9 سنتيم. حنا غادي ندير واحد بلية هنا كناكلو فيها سنتيم، بلية أخرى كناكلو فيها سنتيم باش نقتلو هاد العرض هذا اللي عندنا. غادي نخلي واحد الفتيحة كل في 1.4 سنتيم ولا 5 هنا، وغادي نخدمو عادي. إذا هنا أول حاجة غنطرسي الكمين ديالي باش ندير فيهم هاد لي بلي هادو باش نقتل داك العرض على حسب العبار لي عندي. إذا غادي نقتل سنتيم هنا، كما كنقوي سنتيم كيولي عندي جوج، بحال كلت منو جوج، يعني كانت عندي 28 خاص تبقى عندي 24 في العرض. هنا كدرت مقلوبة باش في الخطأ تعطيني هذا الشكل هذا. نفس الطريقة بالنسبة للجهة الأخرى. إذا من بعد غنسد الكمامة ديالي وحدة، قلت كنخلي فتيحة واحدة 4 سنتيم أو لا 5 سنتيم كاع، 2 سنتيم ديالي هكدا. نفس الطريقة بالنسبة للكمامة الأخرى.
اذا هنا غادي ننتقل باش نخدم الباندا. الباندا غادي ناكل فيها سنتيم. اذا هذا هو الوجه ديالها كنشدها كتعطيني فيها سنتيم هكذا كنترقب بوحدو بهاد الطريقة هادي. اذا من بعد كنتنيها عكس باش ندفنها بهاد الطريقة هادي كناكل فيها سنتيم كذلك. باش كتبقى عندي 10 سنتيم مجموع عفوا 20 اللي هي الثوب ديال 10 سنتيم. إذا بالنسبة للباندا يمكن لي أنا ندير واحد الكليته هنا كنقلب الباندا ديالي باش كتولي بهذا الشكل هذا. هذا بالنسبة للتلصاق ديال الباندا جوج. الباندا ديالي تا هي غنطبع عليها المنتصف ديالها هكذا. غادي نجي نطرق هاد الفتحة هادي كنطرقها بالماكينة كنجي هنا كنبدا. اول حاجه يعني باش ما نطيحش في شي مشكل عندي هاد الحاشيه هادي كنظن تتبان كاين هاد الحاشيه هادي بحال المسطره غادي ندوز عليها الطباشير او التراساج هكذا باش ملي كنهز هاد الباندا هادي وتنبدا نخيط كنخيط على داك التراساج كنخلي التراساج برا وكنخيط الداخل ديالو كيف ما غادي ندير دابا. يعني غادي نحط لاحظوا معايا الكمامه ديالي راه مقلوبه يعني كنخيط برا الكمامه ولكن من الداخل عرفتش فهمت واش فهمتوني ولكن الصوره واضحه. الكمامه ديالي مقلوبه وكنخيط هكذا كنفتح كل شويه كنخيط كنحل هذا وكنمشي مع التراساج كيف قلت التراساج كنخليه برا الكمامه هكذا. في نفس الوقت كنحاول على داك المنتصف ديال الباندا نجيبو على منتصف ديك ماما وكنشد السنتيم ديالي لتحت والفوق الفوق يعني الباندا كنمشي على التراساج ديالها. اذا هاد الكمامة هادي كنمشي وحدة في المطلوبات عليا هادي يعني هادي بالنسبة للكمامة العادية كنقولها وتنعاودها. اذا بالنسبة للكمامة العادية كاينة كمامة يعني طريقة أخرى مازال إن شاء الله نخدمو عليكم فيديو آخر يعني في درس آخر إن شاء الله. نحاول أني نجيب الخياطة قد باش في الآخر كنقلبها هكذا وكندفنها لداخل بهاد الطريقة هادي وكنبدا نطرق الكمامة ديالي. هنا غنجي نخيط كما نطرق الكمامة ديالي ممكن نطرقها من الداخل ممكن نطرقها من برا. من الأحسن تطرق من برا باش كتشد العبار ديالك على الوجه ديال الكمامة.
هذا كنبدا نطرق فيه باش كنبدا ندور عليه باندا. الا بغيت ندير لها الخياطه الثانيه كنمشيو على فرق الصباط كنسميوها فرق الصباط. نكونو سالينا الماء ديالنا. باش كتعطينا هذا الشكل هذا القمامه هذه عاديه الباندا ديالي هي هذه. غندير لها صديفات هنا ومن بعد كنمونطيو يعني البياسه ديالنا. ما نحتاجش كاع نوريكم كيفاش غتمونطا حيت راه طولت في الفيديو. اذا المهم النقاط الاساسيه راه صورتهم لكم. دابا غادي نلصق لك ماي مع الكسده هنا. نكون لصقت الكولوم ديالي في الكستا هنا غادي ننتقل باش نخدم الجيبا ديالي. بالنسبة للجيب عندي كيف شتو يعني في لاحق ديالها بحالها محلولة غير من جهة وحدة. انا غادي نخليها محلولة غير من جهة وحدة وغندير جنب خياطة وجنب مسدود. بالنسبة للجيب ديالي هادي هي الجيبا. اذا كي تتشوفو الكستا ديالي هي هادي حدو معايا الكسته هي هادي. هنا هاد الجنب سديتو هذا خليت فيه فتحه حيت هنا غادي نبدا نحط الجيبه ديالي بهاد الطريقه هادي ونبدا نلصق فيها. يعني كنحط لوجه على لوجه غنبدا نخيط. كيف قلت لكم الخياطه ديال الجيبه غتكون غير بجهه واحده. كنشد سنتيم ديالي وكنبدا نلصق كندور معاها. هي هذيك حساب كنكمل خدمتي نيت هكا يعني كنهبط مع الجناب باش كنمونطي يعني الكيسه ديالي من الجناب يعني لاجوك ديالي من الجناب. إذن بعد ما كنمونطيها من الجناب كندوز ليها لوغلي ديال تحت كناخد سنتيم ديالي. إذن باش في الاخر كتعطيني هاد الشكل هذا كنشوفو اما ماشي هذا هو الشكل النهائي وانما باقي لا فينيسيون ديالها باقي السليبات باقي السليبات هنا باقي تصلح ديك الساعه عاد غادي نشوفوها كيف غتطلع ونصوروها لكم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.